رئيس الجمهورية يعود إلى قادمة من العاصمة الإيطالية روما بعد المشاركة في القمة الإيطالية الإفريقية. وزير الداخلية واللامركزية يشرف بنوكسوط على انطلاق أعمال منتدى نوكسوط حول السلطات المحلية في قلب الديناميات الإقليمية. والمنتخب الوطني المرابطون يصل إلى أرض الوطن قادما من كوديفوار بعد المشاركة المشرفة في كأس أمم إفريقيا والمواطنون يخصصون استقبالات شعبية له سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام واهلا بكم الى مسائيه الموريتانيه. عاد فخامه رئيس الجمهوريه سيد محمد الشيخ الغزواني مساء اليوم الى نواكشوط قادما من العاصمه الايطاليه روما بعد المشاركه في القمه الايطاليه الافريقيه. واستقبل صاحب الفخامه لدى وصوله مطار نواكشوط الدولي التونسي من طرف معالي الوزير الاول السيد محمد البلال مسعود والوزير الامين العام لرئاسه الجمهوريه والوزيرين المستشارين برئاسه الجمهوريه وعدد من اعضاء الحكومه وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية ووالي وكشوط الغربي المساعد ونائبة رئيسة جهة وكشوط ورفق فخامة رئيس الجمهورية وفد هام ضم كل من السادة الدكتورة مريم بنت الداه السيدة الأولى المختار ولد جاي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية محمد سالم المرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد محمود ولداهي سفير بلادنا في روما الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة صدقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم على ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات تمويل في عدة مجالات، استعرض وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة أمام السادة النواب أهداف هذه الاتفاقيات مبرزا أهميتها في تطوير البنية التحتية لدعم النمو وتمكين السكان من الولوج للخدمات الأساسية. صدقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية التي عقدتها تحت رئاسة احمد والنبال النائب الثاني لرئيس الجمعية على ثلاث مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقع بين بلادنا والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة للمساهمة في تمويل البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية وارسيب واتفاقية قرض موقع بين بلادنا والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة للتمويل الإضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة والمنتجة مدن واتفاقية قرض وقع بين بلادنا والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية وأشاد النواب في مجمل مداخلاتهم بجهود الحكومة في تعبئة التمويلات لتنفيذ المشاريع التنموية مركزين على أهميتها في تنفيذ البرامج المتعلقة بتوفير مناخ مناسب لخلق سوق إفريقية رقمية موحدة وتطوير ودمج سوق الربط البيني وإنشاء معاهد متخصصة التي كانت مطلبا للسكان في الداخل لما تقدمه من دعم في تعزيز اللامركزية وتساءل النواب عن مردودية وحجم وتيرة تنفيذ هذه المشاريع وأولويتها لدى الحكومة ومعايير اعتمادها مستعرضين نقاطا تتعلق بإشكالية المجورية ومعدل الناتج الداخلي الخام والمعاملات الإسلامية في القروض وتأثير هذه القروض على الاقتصاد الوطني ودعوا إلى ضمان أقصى قدر ممكن من الشفافية في جميع الصفقات التي يتطلبها البرنامج وأن تتم متابعته انطلاقا من المواصفات المطلوبة والأهداف المحددة استعرض وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام محمد صالح أهداف المشاريع القوانين المذكورة مبرزا أهميتها في تطوير البنى التحتية لدعم النمو وتمكين السكان من الولوج للخدمات الأساسية فضلا عن تحسين النفاذ إلى التعليم وأوضح الوزير أمام النواب أن اتفاقية التمويل المخصصة للمساهمة في تمويل البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية وارسب، أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية يعطي مكانة خاصة لتطوير البنى التحتية لدعم النمو، بما في ذلك البنى التحتية الرقمية بهدف تعزيز شبكه الالياف الضوئيه وتسريع رقمنه الاداره، مشيرا الى انه في هذا الاطار يندرج البرنامج الجهوي الحالي للاندماج الرقمي لافريقيا الغربيه وارديب موريتانيا الذي يتماشى تماما مع استراتيجيه النمو المتسارع والرفاه المشترك. وقال ان مشروع القانون الذي يسمح بالتمويل الاضافي لمشروع دعم اللامركزيه وتنميه المدن المتوسطه والمنتجه. يحتل مكانه كبيره في التنميه المحليه واللامركزيه ويتجلى ذلك من خلال العمل على ترقيه ولوج جميع السكان للخدمات الاساسيه وجعلها في المستوى المطلوب وتقريبها منهم وتدعيم القدرات الاداريه المحليه في التخطيط والاداره لهذه الخدمات العموميه على كافه التراب الوطني واكد ان هذا المشروع سيمكن من استفاده 800 الف شخص من الخدمات الاساسيه لتحسين ظروفهم المعيشيه وللتخفيف من اثار الفيضانات بالاضافه الى تعزيز الديناميكيه الاقتصاديه المحليه وتعزيز اللامركزيه من خلال دعم تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للامركزيه والتنميه المحليه وبخصوص مشروع اتفاقيه تمويل انشاء وتجهيز معاهد متخصصه في المجالات الحيويه اوضح الوزير انه يجسد سياسات السلطات العليا في البلد من خلال تركيز سياسات واستراتيجيات القطاع على تنويع شبكات التكوين وزياده القدرات الاستيعابيه واستحداث هياكل جديده وتحسين ظروف النفاذ الى التعليم العالي وتحسين جودته مشيرا الى ان المشروع الحالي يهدف الى انشاء معاهد تعليم عال في مجال العلوم الإدارية والتربوية تلبية للمتطلبات المتزايدة لسوق العمل ودعما للتنمية الاقتصادية في البلد وشح وزير العدل باسم رئيس الجمهورية اليوم بمقر الوزارة عددا من أطر وعمال قطاعه تثمينا لجهودهم ومثابرتهم تأتي هذه التوشيحات في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى الثالثة والستين للاستقلال الوطني ضمن الفعاليات المخلدة للذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال الوطني وشح وزير العدل السيد محمد محمود والعبدالله الله بنبي عددا من أطر وعمال وزارة العدل فبوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني تم توشيح كل من المفتش القاضي عيسى محمد أحمد القاضي هارون عماري دغبي القاضي شغالي المصطفى محمد صالح القاضي محمد سيدية محمد محمود المرابط القاضي المختار محمد أواه القاضي علي الشيخ محمد المصطفى القاضي الإمام محمد فال القاضي محمد عبد الله محمد محمود القاضي محمد التاه ألمة القاضي محمد عبد الله السعودي الداه محمد المختار وبوسام الامتنان الوطني القاضي جمال محمود أقاط وبوسام ميدالية من الدرجة الأولى كل من كاتبة الضبط الرئيسية فاطمة أحمد عبد الله رئيسة المصلحة الفالطة محمد الغيلاني كاتب الضبط الرئيس بابا الميمون أمان رئيس المصلحة بابا المرابط محم رئيس المصلحة محمد لمين محمد محمود بد أشرف وزير الداخلية والمركزية اليوم في الوكسوط على انطلاق أعمال منتدى الوكسوط حول السلطات المحلية في قلب الديناميات الإقليمية استعرض المنتدى تجارب بين المدن والجماعات المحلية بمنطقة المغرب العربي وغرب إفريقيا للاستفادة منها في تحقيق التنمية والأمن مكانة السلطات المحلية في قلب الديناميكيات الإقليمية الجديدة وتعزيز الشراكات في مناطق التأثير وسكانها بالإضافة إلى دور الحكم المحلي لصالح القيادة النسائية مواضيع يركز عليها منتدى المجموعات المحلية بالساحل وشبكة المدن المغاربية المنظم من قبل جهة واكشوط بالتعاون مع الرابطة الدولية للعمد الفرنكفونية تحت إشراف وزارة الداخلية واللامركزية تزداد القناعه يوما بعد اخر بان الجهود الحكوميه المبذوله في مجال تحقيق التنميه ستظل غير كافيه ما لم تواكبها وتؤازرها جهود مبذوله على المستويات المحليه والجهويه والاقليميه ستعكفون خلال هذه التظاهره على نقاش مواضيع مهمه تشمل الشراكه بين القطاعين العام والخاص على مستوى المجموعات المحليه بالمغرب العربي والتعاون بين المجموعات المحليه في الساحل لتحقيق التنميه والامن والتفكير سويا من اجل بلوره المشاريع المشتركه سبيلا لتشخيص الواقع والخروج بمقترحات جاده بغيه تسهيل العمل المشترك ودفع مسار التنميه بمنطقتنا الى الامام المنتدى يهدف الى ابراز مكانه السلطه المحليه بوصفه شريكا لا غنى عنه في تحقيق اهداف التنميه المستديمه وتعزيز الشراكه الاستراتيجيه. تعتبر منطقه الساحل بؤره للتحديات بكل تجلياتها الامنيه والمناخيه والاقتصاديه وهو وضع يتطلب منا ايجاد الحلول سريعه وفعاله ومستدامه عبر اشراك السلطات المحليه في اتخاذ القرارات ووضع السياسات والمقاربات ذات البعد التنموي والامني ولقد تنبهت السلطات العموميه الموريتانيه في وقت مبكر لضروره فتح حوار مع التجمعات المحليه واشراكها في وضع وتصور وتنفيذ البرامج والسياسات التنمويه والاقتصاديه والاجتماعيه للبلد نائب عمدة باريس ارنود غاتيا الذي تحدث باسم عمدة باريس السيده آنا هيدالغو تطرق للنضال الذي خاضته المراه بشكل عام لتصل الى المكان المناسب على الصعيدين المحلي والدولي وتحقيق المساواه بين الرجل والمراه على جميع المستويات لافتا الى الجهود التي تبذلها النساء اللائي تقلدن المناصب القياديه المحليه السيد غوليم جونوس ممثل الاتحاد الاوروبي اكد مضي الاتحاد بدعم المجموعات المحليه سعيا الى تعزيز اللامركزيه وضمان توفير الخدمات الاجتماعيه والحقوق الاساسيه وتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي في المناطق الساحليه من افريقيا وتفعيل الدوائر الانتخابيه من اجل الدفع بعجله التنميه بدوره سيد دومينيك كابيا المتحدث باسم مكتب التنسيق الخاص لتنمية منطقة الساحل في الأمم المتحدة قدم عرضا حول استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل الإفريقي حفل انطلاق أعمال المنتدى شهد افتتاح معرض لأهم إنجازات جهة واكشوط في مجالات الزراعة والإنارة العامة الحضرية وتشغيل الشباب وكانت جهة واكشوط قد نظمت في الثامن والعشرين من يناير الجاري اللقاء السنوي لشبكة المدن المغاربية الذي تم خلاله مناقشة الشراكة العمومية الخصوصية والتعريف بهذه الشراكة وواقعها وجهود الجهات المحلية في بلادنا والمغرب وتونس أدى وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي زوال أمس زيارة تفقدا واطلاعا لإعدادية تيجنت والمدرسة الابتدائية رقم أربعة بالمدينة كما تفقد الوزير سير الورشة التكوينية الخاصة بالتعليم النسقي التي تحتضنها مدينة تيجنت استهل وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي المختار ولداهي زياراته للمؤسسة التعليمية في مدينة تيجنت بالإعدادية التي تجولت داخل أقسامها رفقة الوالي المساعد لولاية الترارزة محمد فال محمد محمود وحاكم مقاطعة المدررة محمد محمود الفاضل وعمدة البلدية والطواقم التربوية وزير التهذيب الوطني طلع عن قرب على ظروف سير الدراسة وعلى مستويات بعض التلاميذ واستمع من مفتش المقاطعة والأساتذة ومن ممثلي مكتب أباء التلاميذ إلى أبرز المشكلات المطروحة والتزم بأخذها جميعا بعين الاعتبار وفي المدرسة الابتدائية رقم أربعة لاحظ الوزير والوفد المرافق النقص الحاصل في الطاولات داخل هذه المؤسسة والغياب التام للزي المدرسي إضافة إلى ملاحظات أخرى عبر الوزير عن استعداده للعمل والتنسيق مع السلطات الإدارية في الولاية وبالتعاون مع المنتخبين المحليين ورابطة آباء التلاميذ على إيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً عزمه العمل على حل كل المشكلات والصعوبات التي أكدت طواقم التدريس أنها قد تعيق المسار التربوي. وخلال وجوده في مدينة تيغند أدى وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي المختار ولداهي زيارة متابعة وتقييم للورشة الفنية والعلمية التي بدأت أشغالها قبل أيام في تيغند حول تجربة الدروس النسقية وحسب العرض الذي قدمه المسؤولون امام الوفد الزائر فان هذه الورشه يشارك فيها خبراء وطنيون تم اختيارهم انطلاقا من جمله من المعايير لبلوره تجربه ادخال الدروس النسقيه في المنهاج التربوي وذلك بعد ان اثبتت جدارتها في العالم بانها انجح طريقه لتسريع اكتساب مهارات القراءه والكتابه بالنسبه للاطفال في العامين الاول والثاني من التعليم الابتدائي. مختار بابو الاحمد وقناه الموريتانية مدينه تيغند وشحت الوزيرة الأمين العام للحكومة إستبا يحيى باسم رئيس الجمهورية صباح اليوم بمقر الوزارة عددا من أطر وموظفي القطاع حيث وشحت بوسام فرس من نظام الاستحقاق الوطني عبد الله أحمد سيدية مدير الترجمة بإدارة التشريع بالأمانة العامة وبوسام الامتنان الوطني وشحت الوزيرة أمد دولو جالو ملحقا بالديوان فيما وشحت مختار فال مبارك مبارك فال رئيس مصلحة المحاسبة بالإدارة المالية بميدالية شرف من درجة الأولى وبميدالية شرف من درجة الثانية وشحت فاطمة سيد علي المختار كاتبة بالسكرتيريا المركزية وبميدالية من الدرجة الثالثة تم توشيح المختار السالم زايد المختار السالم بواب بإدارة التشريع، ويأتي هذا التوشيح في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى الـ63 للاستقلال الوطني. جرى التوشيح بحضور الأمين العام المساعد للحكومة محمد السحاق سيدي الأمين وعدد من الأطر بالوزارة. والآن مشاهدينا الكرام نفتح نافذتنا الرياضية المخصصة للاستحقاقات الرياضية لمنتخبنا الوطني في منافسات كأس أمم إفريقيا بالكوت وصل المنتخب الوطني المرابطون مساء اليوم إلى أرض الوطن قادما من كاديفوار بعد المشاركة المشرفة في كأس أمم إفريقيا والتي تمكن من خلالها من الوصول إلى الدور ثمن النهائي لهذه البطولة وخصص المشجعون استقبالات شعبية حاشدة للمنتخب الوطني على طول الطريق الرابط بين العاصمة ومطار وقشوط الدولي وحي المشجعون الذين اصطفوا على جنبات طريق عناصر المنتخب الوطني حاملين الأعلام الوطنية مشيدينا بمسيرة المنتخب الوطني في هذه النسخة من بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم التي مثلت نجاحا لكرة القدم في بلادنا وكان المنتخب الوطني قد تمكن من العبور إلى دور 16 لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الجزائري بهدف دون مقابل في مرحلة المجموعات في هذا السياق ثمن وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في تصريح له لقناة الموريتانية تجربة المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم مؤكدا أن المنتخب الوطني قادر على تحقيق نجاحات في الاستحقاقات الرياضية القادمة أنا نختار بمناسبة وصول فريقنا الوطني اللي نعتبره كامل بعد نفاذ ونختاروهم واللي اللي يتمونك بها كيف ت... كيف تقتلهم يوم مع تسليمهم للعالم الوطني انهم ما 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 فهم حد اشبه منهم وبرهنوا للعالم كامل بانهم ما فهم حد اشبه منهم وفعلا الالعاب كامله خضوع والحظ للاسف ذي المره ما كان من ما كان من جانبنا لكن بعد برهن للعالم كامل وبرهن وبرهنه هو من دحنا على ان عندنا الحق هنا حلمه وعندنا الحق بيجدوا علينا وعندنا الحق بأن قد بل من عندنا ندافعوا عن علمنا وندافعوا عن موريتانيا بكل قوه وبكل جداره وبكل ثقه وبكل مسؤوليه و وتهنئتنا لهم كاملين و و والى الامام وكيف فتنا برهنا عليه على ان المشجع الاول للفريق الوطني وفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد شغلا زواني ولازم فرصة ما برهنا على أنه هو المشجع الأول وعلى أن الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة تمثل أولوية بالنسبة بالنسبة لهذا النظام وبالنسبة بالنسبة للبرنامج الحكومة اللي الجانب الرياضة مسؤول عنوان وعنا ومعنا من دوار البراد مراسلنا سعيد والحبيب لينقل لنا اجواء الفرح والاستقبال الشعبي الحاشد لمنتخبنا المرابطون اليك سعيد. شكرا طبعا مشاهدينا الكرام اجواء الفرح متواصله ومستمره ربما المحطه التي ننقل منها ابتعدت عنها قليلا لان الفريق مر قبل لحظات من هنا بحافلات احتضنها المواطنون بالزغاريد بالاحتفاء بالحفاوة بالتذمين لما تحقق من موجز في مجال كان كوديفار 2023 طبعا هذه النسخة تميزت كما أشرنا بصعود المنتخب الوطني نحو دور ثمن النهائي وأيضا تعثره في دور ربع النهائي رغم ما قدمه من أداء كبير جدا، كما تشاهدون معي إذا كنتم ترون في الخلفية الموكب الموكب يستمر، الموكب هنا من على بعد بعض مئات الأمتار مر قبل قليل من هنا وهو يتواصل في وهجه، يتواصل في ألقه، يتواصل في فرحه احتفاء بهذا النصر الكبير وبهذه النتائج الايجابيه وكنتم تابعتم معنا منذ ساعات المساء منذ الساعه الرابعه هذا النقل الحي والمباشر للاستعدادات لاستقبال المنتخب الوطني ثم لاجواء استقباله بعد ان اكتملت اجواءه قبل قليل بمرور الحافلات التي تضم اعدادا من اللاعبين لاعب المنتخب الوطني هذه هي الصوره لكم اطيب تحيه منا اليكم في الاستديو الزميله سلمى شكرا لك سعيد والحبيب ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني المرابطون في قادم البطولات المقبلة بحول الله في ذات سياق شكلت مشاركة المنتخب الوطني المرابطون في كأس إفريقيا لكرة القدم كاديفوار حدثا رياضيا عكس مستوى التطور الذي حققه المنتخب في السنوات الأخيرة وقد شهدت هذه المشاركة مساندة كبيرة من المشجعين الذين وصلوا إلى كاديفوار لدعم رحلة المنتخب المنتخب الوطني في هذه البطوله القاريه هل يمكن ان تمتزج مشاعر الزهو بالاسى والعزه بالغضب ثنائيه كادت اجواء المنافسه للوصول الى ربع نهائي بعد كسب رهان ثمن النهائي في الكان ديفوار ان تجسدها فامام عشرات الالاف من المشجعين في ملعب هوفوت بوني بابيدجان وملايين المتسمرين خلف الشاشات الكبيره والصغيره قدم المنتخب الوطني المرابطون اداء بطوليا عاقر فيه الساحره المستديره فاذهل البعيد قبل القريب وابرق برساله جديده متجدده مفادها ان المنتخب اصبح له شان واي شان الدقائق والثواني مرت على المشجعين وهم يتفاعلون مع ابطالهم في الميدان قبل ان تنطق الدقائق الاخيره بما لم يكن في الحسبان. ورغم مراره اللحظات هذه فان ما سبقها من متعه واثاره ومن تالق واصرار ومن نتائج توحدت حولها كل الوان الطيف خفف من حده هذه الخساره وذلك رغم تباين اراء المشجعين الذين قدموا من مختلف مناطق الوطن الى ابيدجان تاييدا للمرابطون. مستوى اداء الفريق كان زين ما شاء الله تبارك الله ما بخلو ما بخلو عدلوا اللي عليهم وبالون في النهايه لا كيف واحده هي اللي تغلب احنا ما بخلي شيء عدلنا علينا ضيعنا الاصابات كانوا عندنا من الاصابات لو كان عندهم عامل كبير باللي كيب الماضيه ما شاء الله عدت اللي عليها ويوم ماتش مولي كان مشرف كيف قلت لك حق بالون واحد اللي, اللي تغلب لو كان الاداء ما هو مشرف حق تشوفنا مدكرجين غير ما شاء الله هم رفعوا روسنا ومازالهم رافعين روسنا وياسر الافارقه اليوم جم ساندنا ومعانا باللي عاجبوا مستوانا وعاجبوا تطورنا المنتخب بذل مجهود كبير يا غالي للاسف ما توفق في الاخير بالمناسبه شاكر القيمين على الاتحاديه على هذه المجهودات العدل وهذه التطوير الكبير لاحظناه في المنتخب ولكن في الاخير ما حالفنا الحظ ونحن بعد ما نتندمين على مشيتنا مع منتخبنا ومساندتنا ولا معاه بالنسبه لنا هذا ماتش تاريخي لان يعني ما قد لحقت ابدا هذا الدور الثامن ونزلنا فيه بكل جداره لاعبين كاملين عدلوا اداء على احسن وجه المشجعين اللي رافد بهم والجاي هون هو مسانده مؤازره المنتخب الوطني المنتخب الوطني عدل اداء وعدل انجاز وطني تاريخي يعدل لكن الحظ لم يحالفنا وما شاء الله المراوطين قدموا مباراه رائعه إن شاء الله وجات جميع الموريتانيين جاوا الحمد لله اليوم جالي يا الحمد لله في والناس جات معايا في نواقش الحمد لله من نواقش الحمد لله الفريق وما كان رائع الحمد لله دائما اخطاء دار لا تصحح نعرف عنه في المستقبل ان شاء الله بالله وكان مئات المشجعين قد وصلوا الى في رحلات جويه واخرى بريه للوقوف الى جانبه في ملحمه البحث عن موطئ قدم في ربع النهائي وخصص الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين رحلة عبر الموريتانية للطيران توجهت من واغشوط الى ابيجان نحن اتحاد ارباب العمل في سعيه لدعم منتخبنا الوطني ضمن تصفيات كاس امم افريقيا المنظمة حاليا في كوت ديفوار ينظم هذه الرحله تشجيعا لهذا المنتخب الوطني وهي رحله خاصه جرت من خلال قرعه نظمها الاتحاد لصالح المستفيدين وتشجيعا ايضا لهذا الفريق ولمتابعه الجمهور على مستوى العاصمه هنالك اربع شاشات كبيره تم تركيبها في مناطق مختلفه من العاصمه في الرياض في عرفات في تيارت وفي السبخة كذلك هنالك شاشة خامسة ركبها الاتحاد في مقر المجلس الوطني للشباب والتحق المشجعون بمجموعات سبقتهم نحو ملعب هوفوت بوني حيث تناغمت الألوان الوطنية مدة مئة دقيقة تأييدا وانتصارا للمرابطون راني شاكر أرباب العمل والناس كاملة اللي ساهمت تعطينا الفرصة نقيسوا أبي جان المنتخب الوطني واعتبر عدد كثير من المتابعين والمراقبين ان الوصول الى ثمن نهائي شكل اساسا للعمل من اجل تحقيق المزيد من النجاحات الرياضيه الوطنيه وحتى حجز مقعد متقدم في هذه البطولات وغيرها، خاصه وان المرابطون على اعتاب مواصله مشوار تصفيات كاس العالم وكاس الامم الافريقيه في المغرب عام 2025. مجهود بذله المواطنون من كل حدب وصوب من اجل الاتيان الى ابيدجان جهل لمساندة المنتخب الوطني ومجهود بذله اللاعبون في هذا الملعب ملعب هوفوت بوني لكنهم في النهاية خسروا وتلك هي ميزة كرة القدم هي الإثارة والخسارة والربح هنيئا للمرابطون من هذا الملعب وهنيئا لهم على الأداء المتميز والفرص القادمة إن شاء الله تكون أفضل سعيد الحبيب للموريتانية أبيت وبذلك تنتهي الفقره المخصصه بلغه الاشاره نشكر الزميله اسماء عثمان والان نفتح نافذتنا الخاصه بالانباء الدوليه لكن بعد هذا الفاصل اعلنت كتيبه جنين بكتائب القسام ان قوه خاصه من المستعربين تسللت الى مستشفى ابن سينا واغتالت عددا من مقاتلي الكتائب ياتي ذلك في ظل مواصله جيش الاحتلال الاسرائيلي قصف المناطق السكنيه واقتحام مناطق مختلفه في الضفه الغربيه. شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي غارات على انحاء متفرقه من قطاع غزه. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 26 ألفاً وحضرت من تداعيات استمرار محاصره قوات الاحتلال لمستشفى الامل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس وافادت وزاره الصحه بسقوط شهداء وجرحى في قصف قوات الاحتلال منزلين في منطقه الصبره جنوب مدينه غزه كما استهدف القصف الاسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط القطاع واضافت ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 13 مجزره ضد العائلات في قطاع غزه راح ضحيتها 114 شهيدا و249 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأكدت الوزارة أن بعض الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في حين يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم وتواصل قوات الاحتلال حصار مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس لليوم التاسع على التوالي وقالت وزاره الصحه في غزه ان الاحتلال الاسرائيلي يضع الكوادر الطبيه والاف النازحين في دائره الاستهداف بسبب ذلك الحصار، من جانب اخر اعلنت كتائب القسام انها قصفت امس تل ابيب وضواحيها برشقه صاروخيه ردا على المجازر الاسرائيليه في حق المدنيين بقطاع غزه وقد دوت صفارات الانذار في تلابيب ابيب الكبرى وسمعت أصوات انفجارات عنيفة في منطقة تل أبيب جراء الاعتراضات الجوية من جهة أخرى أعلنت كتائب القسامة أن مقاتليها استهدفوا جرافة عسكرية من نوع دي تسعة وحولها عدد من جنود الاحتلال في منطقة جور العقاد غرب خان يونس في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ستة عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وجاء في بيانات نشرها جيش الاحتلال أن 2771 من ضباطه وجنوده أصيبوا منذ السابع من أكتوبر الماضي أعلن الجيش الأوكراني أنه دمر ثمانية مسيرات من طراز شاهد أطلقت على أراضيه وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أمس إن طائرات قوات الدفاع قصفت ست مجموعات من القوة البشرية للجيش الروسي كما دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية صاروخا موجها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في المقابل نفذ الجيش الروسي هجمات صاروخية وغارات جوية على مواقع قوات الدفاع الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى اعلنت وسائل اعلام باكستانيه ان رئيس الحكومه السابق عمران خان نال حكما بالسجن في قضيه مثيره للجدل مرتبطه بتسريب وثائق دوله سريه كما حكم على نائب رئيس حزب حركه انصاف شاه محمود قرشي بنفس العقوبه وياتي الحكم قبل ايام من تنظيم انتخابات عامه في باكستان رفض فيها ترشيح رُفض فيها ترشيح عمران خان واغلب اعضاء حزبه وتتمحور القضيه حول كيفيه تعامل الرجلين مع برقية ارسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحده جاء فيها وفق خان ان واشنطن كانت متواطئه في مؤامره لطرده من منصبه في العام 2022 ونفت الولايات المتحده والجيش الباكستاني هذا الاتهام. نهاية مسائيتنا الى التذكير بالعناوين رئيس الجمهورية يعود الى نوكسفورتا قادما من العاصمة الايطالية روما بعد المشاركة في القمة الايطالية الافريقية وزير الداخلية واللامركزية يشرف بن وكشوط على انطلاق أعمال منتدى وكشوط حول السلطات المحلية في قلب الديناميكيات الإقليمية والمنتخب الوطني المرابطون يصل الى ارض الوطن قادما من كوت بعد المشاركه المشرفه في كاس امم افريقيا والمواطنون يخصصون استقبالات شعبيه له. نشرت اخبار الولايات بعد قليل مع الزميل محمد فال سيدنا الى اللقاء.